السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على واحد من الابليكيشن الموجودة في الكاستم ريليشنشيب مانجمنت اللي هي السي ار ام، وهو الداينامكس 365 سيلز. من اسمه كده هلاقيه ان هو سيلز يعني مبيعات، فمهمته ان هو بيساعد فرق المبيعات في الشركة عندك على ادارة العمليات اللي بيقوموا بيها. كل ارتباطه هتلاقيه بالحاجات الخاصة بالعملاء والمبيعات، البرودكت، الخدمات اللي بتقدمها الشركة. هنلاقيه بيركز بجانب ادارة عمليات المبيعات دي، بيركز كمان على تحسين الكفاءة، زيادة الانتاجية لفرق المبيعات، وكمان بيركز على تنظيم وادارة العملاء. من اول ما بعرض لهم المنتج او الخدمة بتاعتي اللي بتقدمها الشركة عندي، لحد ما اطلع انفويس من الشركة للعميل بالبرودكت اللي نشتريها، فهو بيقوم السايكل كلها بتاع المبيعات من اول ما يبقى الكاستمرز ده عميل عندي لحد لما بيع له البرودكت او الخدمة اللي بتقدمها الشركة عندي، ونطلع كمان الانفويس للبرودكت اللي اخدها دي. لو جينا كده في الصفحة بتاع البرايسز لدينامكس 365 هلاقي دينامكس 365 سيلز. لو دخلت جوه وعملت سيل للبرايسز هلاقي عندي كذا بلان عندي ان انا اقدر استخدمها. احنا في الفيديو ده هنستخدم الترايل بلان، بس البلانز التانية بتعتمد على حجم الشركة بتاعتك او حجم تعاملات الشركة، بناء على كل واحدة لها مجموعة من السبيسيفيكيشن ومجموعة من الفيتشرز اللي هي بتقدمها. بناء على حجم الشركة عندك بتبتدي تحدد البلان اللي انت هتستخدمها من الابليكيشن في الداينامكس 365 سيلز. انا هستخدم الفري ترايل وهبتدي اكريت ترايل عندي، هدخل بالايميل بتاعي بالورك ايميل وهبتدي ادي جيت ستارتد وهكريت ترايل بلان مدتها شهر على ما نعمل الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. طيب، اول حاجة هيطلب مني الريجن او الكونتري اللي انت موجود فيها، او اللي عايز تعمل الانفايرومنت بتاعتك عليها، او اللي هيكون فيها الديتا سورس بتاعتك، فبنختار ديتا سنتر قريب لنا. بعدين بتحط الفون نمبر بتاعك ونعمل سبميت. بيبتدي يدخلك على الترايل فيرجن للدايناميكس 365 اللي انت عملتها. انا عامله الانفايرمنت دي بقالي مثلا 6 ايام. هنا جايب لي الداشبورد اللي موجوده في الدايناميك ده، النيو لوك بتاعي. لو عايز ترجع للكلاسيك، الكلاسيك لوك للدايناميكس 365، بتسويتش اوف هنا النيو لوك. طيب، هنا كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها وفي الدايناميك 365 سيلز. قبل ما ندخل في العملي كده او ان احنا نشوف، هنعرف الاول ايه هي المين ريكوردز وايه انواعهم او تعريفهم، ايه الفرق ما بينهم اللي احنا بنستخدمهم داخل الدايناميك 365 سيلز. هلاقي عندي اصلا ادي الكونتاكتس والاكاونتس والليد والاوبورتيونيتي. دي اكتر اربع حاجات هتستخدمهم في دايناميك 365 سيلز، اللي هي البيز او الاساسيات او زي ما بنسميها الريكورد تايب. لو جينا كده بصينا للمين اليمنتس او الحاجات الاساسيه في السيلز، قلنا هلاقي عندي الريكورد تايب، الاكونت، الكونتاكت والليد والاوبورتيونيتي، وهلاقيني برضو بسمع الكاستمرز اللي هم الاكونت والكونتاكت عندي، الاكتيفيتيز، الكودز، البرودكت والبرايس ليست والاوردر والانفويس. كل دي مين اليمنتس بستخدمها في الدايناميك 365 سيلز. طيب، ايه الفرق ما بين الحاجات دي او ايه تعريفتهم؟ اول حاجه الاكونتس. الاكونتس عندي او الحسابات ببص لها في عملية المبيعات بتاعتي، ان هي الشركات اللي بتعامل معاها فريق المبيعات بتاعي داخل الاورجانيزيشن او داخل الشركة بتاعتي. يبقى الاكاونت هي شركات. الكونتاكتس يعني انا لو جيت في الدايناميك 365 هنا، خليني ادخل على الاكاونت، بالنسبة لي هنا ببتدي اخزن الشركات بتاعتي اللي انا هتعامل معاها، الحسابات بتاع الشركات. طيب، الكونتاكتس بالنسبة لي هي الاشخاص اللي انا بتعامل معاهم من داخل الاكاونتس دي. يعني كل اكاونت عندي بيكون موجود فيه مجموعة من الكونتاكتس، اللي هي الاشخاص اللي انا بتعامل معاهم، اللي بيكون فيه علاقات ما بيني وما بينهم. لو جيت فتحت اي كونتاكت عندي هلاقي له اكاونت نيم، يعني ادي الاكاونت نيم مرتبط عندي
بالاكونتس اللي موجوده عندي هنا. لو جيت فتحت اكونت تاني هلاقيه مرتبط باكونت تاني اللي هي مرتبط بحساب مرتبط بشركه تانيه. طيب دي كده الاكونت، الاكونت هي شركه حتى العلامه بتاعتها باين هيك انها منظمه او بيلدينج كده مبنى للشركه. فبالنسبه للاكونتس هي الشركه، الكونتاكتس هي الاشخاص اللي انا بتعامل معاهم داخل الشركه. طيب الليدز العملاء المتوقعين، يعني الكونتاكتس دي عملاء من الكونتاكتس ابدوا اهتمامهم بالبرودكت او بالخدمه اللي انا بقدمهم. فكده بقى في احتماليه ان العملاء دول ممكن يدخلوا في عمليه مبيعات عندي ويشتروا البرودكت او الخدمه اللي انا بقدمها. الليدز هي الخطوه الاولى في عمليه المبيعات اللي هتتم داخل الشركه عندك او انت كفريق عمل، هي اللبنه او الحاجه الاولى او الخطوه الاولى في عمليه المبيعات. كل عميل محتمل بيهتم مثلا بالبرودكت او بالسيرفيس بتاعتك بتم ان انا اخزنه عندي في قاعدة البيانات، هيشتغل عليه بعد كده فريق المبيعات عندي علشان يحولهم لفرص مبيعات فعلية ويبيع لهم البرودكت او الخدمة اللي بيقدمها الشركة عندي. فحتى هنا من الصورة او الايكون بتاع الكونتاكت زي كده البيزنس كارد، ان انا مجرد بجمع انفورميشن عن العملاء، قاعدة بيانات ببنيها عندي. لسه انا مش عارف هل العملاء دول مهتمين بالبرودكت او هيشتروا فعلا ولا لا. خلاص بعد ما انا جمعت بقى البيانات والمعلومات عن الكونتاكتس دي هبتدي يحصل عملية فلتريشن، اشوف مين العملاء المهتمين بالبرودكت بتاعتي، مين اللي ممكن يشتروا البرودكت او السيرفيس اللي انا بعملها. ده كده بيبقى ليدز، حتى الايكون بتاعتهم كده مجرد كاستمرز اللي هي بقت اشخاص فعليه، مش مجرد انفورميشن عندي، لا بقت اشخاص. فالليدز دي ببتدي احط فيها اليوزرز اللي مهتميه بالبرودكت بتاعتي وفي احتماليه ان هي تشتري البرودكت عندي او السيرفيس اللي انا بقدمها. فالايقونه حتى بتاعتهم اللي هي ايقونه اشخاص، فهم كده اشخاص فعليين يبدو اهتمام للبرودكت او السيرفيس اللي انا بقدمها. الليدز عندي هي اول خطوه في عمليه المبيعات بتاعتي. كل عميل محتمل بسجل البيانات بتاعه ضمن قاعده البيانات وخلاص، وبعرفه ان هو ليدز ومهتم مثلا بالبرودكت والخدمه بتاعتي. فريق المبيعات في الوقت بقى ده بيقدر يتابع العملاء دول او الليدز دول ويتابع التقدم بتاعهم، يتابع طريقة تحولهم او هيتحولوا ازاي او يتحولوا امتى لفرص مبيعات فعلية اللي هو الجزء الثاني اللي هو الاوبورتيونيتيز. فدي الخطوة الاولى في عملية المبيعات عندي. الاوبورتيونيتي بقى الحاجات دي هنرجع لها دلوقتي في باقي الاليمنتس اللي احنا هنشوفها في الدايناميك 36 سيلز. بس ناخد الريكورد طيب اللي موجودين، اخدنا الاكاونت والكونتاكت والليدز والاوبورتيونيتي. الاوبورتيونيتي بقى هي العملاء المتوقعين اللي هي الليدز اللي تحولوا عندي لعملاء حقيقيين في الشركة، هيشتروا المنتج اللي هو البرودكت او الخدمة اللي انا بقدمها وهيطلبوا بقى خلاص الاوردر، وهبتدي اعرض عليهم البرايس ليست وهبتدي اعرض يوافقوا وابتدي اطلع لهم الانفويس واعمل عملية مبيعات حقيقية داخل الديناميك 365 سيلز بتاعي. فلو بصينا سريعا كده يبقى الاكاونت هي الشركات، الكونتاكتس هي الاشخاص اللي انا بتعامل معاها داخل الشركات دي ببصلها على انها individual users، الليدز دي الكونتاكتس اللي انا جمعت عنهم الانفورميشن وبقى عندهم احتمالية ان هم يبقوا عملاء حقيقيين داخل عملية المبيعات بتاعتي، يقدروا يشتروا البرودكت او الانفورميشن. الاوبورتيونيتي بذلت شوية مجهود على الليدز دي فتحولت عندي من عملاء متوقعين ان هم يشتروا خدمتي الى عملاء حقيقيين، ابتدي اعرض لهم البرايسز للبرودكت او الخدمة اللي يشتروها، يشوف هيشتروا بقى قد ايه واطلع الانفويس ونعمل الاوردر بتاعهم ونطلع الانفويس لهم واكتمل عملية البيع عندي. الاربع حاجات دي زي ما قلنا هم بنسميهم الريكورد تايب،
الريكورد تايب اللي موجودين عندي، الاكونت والكونتاكت، الليدز، الاوبورتيونيتي. طيب لو رجعنا تاني للبرزنتيشن بتاعتنا، هلاقي ادي كده الريكورد تايب، في تاني مجموعه حاجات احنا حاطينها زي الكاستمرز اللي هو العميل، اللي هو في عندي بيزنس تو بيزنس وبيزنس تو كونسيومر، ان ممكن عندي الكاستمر تكون شركه اكاونت، وممكن تكون بيزنس تو كونسيومر اللي هو انديفيدوال زي الكونتاكتس. الاكاونت والكونتاكتس التو ريكورد دول هم اللي بيمانجوا الفانكشناليتي بتاع الكاستمر، البيزنس تو بيزنس والبيزنس تو كونسيومر. الاكتيفيتيز دي زي الايميلز اللي ببعتها لل كاستمرز، الفون كولز، الرسائل، كل دي بحطها داخل الاكتيفيتيز، وطبعا الاوردر والبرايس ليستس والبرودكت اللي انا بقدمها والانفويس اللي هطلعها للعميل والكودس والحاجات دي، هنيجي كده لوقتها واحده واحده. فدي كده المين اليمنتس او الحاجات الرئيسيه اللي هنلاقيها في السيلز.